اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيلة متكاملة جامدين واسطورة، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصورة. بدأنا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا المية الف وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده يا ابطال، بطل من ابطال بعت بيقول لي هذا اغرب حساب شفته واتمنى تطلعني بالفيديو، متابعك من السعوديه. حبيب قلبي يا بطل والله، وشرف ليا وكل اهل السعوديه بحبهم جدا جدا جدا، وكل المتابعين اللي عندي من السعوديه والله. خد اقول لكم حاجه، تعالوا خدوا احلى بوسه، والله بحبكم جدا. يلا بينا، عشان هو كمان بعت لي صوره الحساب. ايه ده؟ لحظة، ايه الحساب ده؟ توكينج بين، توكينج بين، لحظة، بين المتكلم ده فعلا هيبقى حساب غريب قوي. لحظة يا بطارق، انا فاتح دلوقتي حساب التحيات عشان كده عامل حسابي. لحظة، نكتب توكينج بين. لحظة، ازاي الحساب ده مش موجود؟ وما احنا شفنا ايه هو ولا هو بعت لي ايه في الصورة يا بطارق؟ الصورة اللي انتوا شفتوها قدامكم. لا لازم يا بطارق احاول ازوم، حاسس الحساب ده ملعوب فيه وحاسه مش حقيقه. معرفش ليه يا ابطال، هو في جد في حساب اصلا كده؟ خلونا يا ابطال نعمل كده ونبحث ونجيب البيبل الناس كلها، لان يعني فعلا يا ابطال موضوع غريب. ما تقوليش اللي هو ده. ايه ده؟ مش هو برضك؟ امال الحساب اختفى يا ابطال ولا راح فين؟ موضوع غريب قوي يا ابطال بصراحه. ازاي يا ابطال ما الصوره قدامي اهو يا ابطال وعرضها قدامكم بردك على الشاشه؟ يعني الشخص ده هو اللي عاملها فيك؟ يعني حساب غريب قوي يا ابطال، هل فعلا صوره فيك ولا حقيقيه؟ ايه ده؟ لحظه، دي باين عليها صوره فيك بجد. يعني ايه يا ابطال ايه ده كل دي تسعات؟ عنده كم مليار ولا رقم كام ده؟ انا مش عارف اقراه. بص يا ابطال عنده كام فولو؟ ايه ده؟ والله يا بطل واضح انها صوره فيك، فخلي بالك. واحب اقول لك ما تصدقش اي حاجه. انتوا خدتوا بالكم يا ابطال كمان من الصوره؟ يعني اصدقائه كلهم بن زي شكله. والله ما اعرفش ايه ده، شكله غريب قوي بجد. يعني انا حسيت برضك بصراحه قبل ما اعمل التحقيق، حسيت ان في حاجه غريبه في الحساب. هل هو ده بجد الشخص ولا ده اي حاجه وخلاص ولا ده ايه؟ ولكن مش عارف بصراحه يا ابطال، برضك شاكك. حد يقول لي يا بلال شاكك ايه؟ انت شايف كل حاجه قدامك. خلونا بس يا ابطال نكمل بحث، يمكن بجد نلاقي حاجه زي كده. او لحظه، نخليها نكتب هنا توكينج بن ونجيب الافاتار شوب. هل بجد يا ابطال نقدر نجيب اصلا توم المتكلم؟ اوه ماي جاد، نقدر فعلا نجيبه، بس نجيب التيشيرت بس، يعني التيشيرت بس يعني تمام. بس هل ممكن نقدر نجيب الشخصيه بتاعته فعلا في لعبه روبلوكس؟ خلونا يا ابطال كده نجرب، ندوس على الكاركتر هنا ونكتب توكينج. اوه ماي جاد، لحظه ندوس توكينج توم. ايه ده يا عم، انا افتكرتك هكتب توكينج بن. ايه هيجيبها؟ لحظه بسرعه نشوف. ايه ده؟ شخصية حقيقية. واضح ان ده من تحديث روبلوكس الجديد. شوفوا يا جدعان الشخصية عاملة ازاي. يا جدعان بتفكرني بلعبة كده تانية. بس ايه ده؟ الشخصية يا ابطال غريبة قوي كده ليه؟ لا يا جدعان الليجو احلى، الليجو يفضل احلى يا جدعان والله. والنبي ما تشيلوه يا جدعان، والله احلى بكتير. ايه اللي انا شايفه ده بجد؟ يعني مش عارف يا ابطال، بس انا شايف بصراحة ان يعني ايه ده؟ ايه التيشيرتات دي يا جدعان؟ يا نهار ابيض، ده تيشيرت اي بي جيمنج احلى يا جدعان والله. بقول لكم ايه، يعني تيشيرتات بقى اي بي جيمنج، يعني بفكر انزل ابطال تيشيرتات. ايه ده؟ يعني دخلت فين؟ بقول لك ايه، اكتب كده يا بطل معايا، اكتب اي بي جيمنج تمام، وهتلاقي الجروب ده. عايزك يا بطل تدخل فيه، بصوا التيشيرتات اللي موجوده جوه. انا بقالي كتير قوي مش بعمل كده، ولكن ايه ده تيشيرت ب 571؟ يا عم بلال معلش يا بطل اغيره عشان اتلخبط. ايه ده يا بطل بخمسه روبوكس؟ بصوا اتعمل ازاي بخمسه. بفكر ابطال قريب نعمل تيشيرت جامد جدا. ايوه بقى الابطال خاربين الدنيا هنا. ايه ده وكمان بتبعتوا لي هنا ابطال تحقيقات؟ والله ما عارف اقول لكم ايه حبايب قلبي ابطال، بس بجد تحقيقات في كل مكان، وان شاء الله ابطال نقدر نجيبها كلها وننزل. يعني ابطال صادفني كومنت امبارح بيقول لي يا بلال انا عايزك في رمضان تصير تنزل كل ثانيه فيديو عشان اكون صايم وملان جدا. ما تقلقش انت عارف احنا هنعمل ايه كويس بجد يا ابطال. ده اول شهر بجد بجد، يعني شهر رمضان اول رمضان يعدي عليا وانا معايا دير اليوتيوب وعندي 100,000 مشترك. بجد ابطال فرحان جدا، وباذن الله باذن الله في رمضان نعمل حاجه جامده جدا، من افلام، من مثلا من ايه، من تحقيقات، من بصوا من كل حاجه، كل السلاسل اللي هتشتغل في رمضان باذن الله. ويعني اللي جاي جامد. وبس كده يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. يعتبر الصوره ما كانتش حقيقيه، اللي هو حساب بن تمام توكينج بن يعتبر مش حقيقي. فاتمنى يا ابطال ما تصدقوش اي حاجه، ولكن برضك
ابعتولي اي حاجة قدامكم عشان احنا بردك نحقق هنا فيها عند على القناة عندنا ونشوف كومنتاتكم. وبس كده يا ابطال اعتبرك فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، اما حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يزلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده يا جيمنج ابطال الجيمنج وسلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه